أفاد مراسلنا بانسحاب القوات الإسرائيلية من بلدة جبع جنوبية جنين بالضفة الغربية بعد اشتباكات ومواجهات عنيفة أعقبت مقتل 3 فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي. وأفاد مراسلنا بأن قوة إسرائيلية خاصة أطلقت النار على مركبة في بلدة جبع، مما أدى إلى مقتل 3 فلسطينيين. وفي السياق، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل فتى فلسطيني متأثرا بجراح حرجة أصيب بها خلال اقتحام القوات الإسرائيلية مدينة جنين ومخيمها قبل يومين. للمتابعة ينضم إلينا من رام الله مراسلنا فراس لطفي. فراس، آخر المستجدات والتطورات المتعلقة بالحادثة التي أدت إلى مقتل 3 فلسطينيين. مش انسحب الجيش الإسرائيلي من بلدة جبع إلى الجنوب من مدينة جنين مخلفا وراءه إصابة وصفت بالخطيرة وثلاثة قتلى بالرصاص بعد أن نصبت قوة عسكرية إسرائيلية خاصة متنكرة بزي عربي ومركبة فلسطينية، نصبت كمينا للمركبة التي كان فيها كما يقول 3 مسلحين. تم إطلاق النار عليهم بغزارة دون أن يردوا حتى أو أن يكون هناك رد من قبلهم. قتلهم جميعا، منع طواقم الإسعاف والطواقم الطبية من الوصول إليهم حتى تأكد من مقتلهم ووفاتهم، ومن ثم توجه إلى البلدة بلدة جبع وحاصر أحد المنازل. وبعد ساعتين من محاصرته وسط اشتباكات مسلحة عنيفة استخدم فيها الرصاص الحي والعبوات المتفجرة اتجاه القوى المقتحمة، انسحب الجيش الإسرائيلي بعد أن اعتقل أحد الشبان من داخل هذا المنزل، ليرتفع عدد من قتلهم الجيش الإسرائيلي بعد إعلان وفاة الطفل قبل قليل 78 فلسطينيا قتلوا منذ بداية العام برصاص الجيش الإسرائيلي، 31 فقط من مدينة أو محافظة جنين، وهذا كما ذكرنا رقم غير مسبوق منذ 20 عاما. هذا الوضع يعني جاء بعد يوم على اقتحام مدينة جنين في وضح النهار، مخيم جنين تحديدا، وقتل 6 فلسطينيين بحثا عن منفذ عملية حوار الذي قتل في العملية، عشرات حالات الإصابة ومئات حالات الاعتقال، كلها تأتي ضمن ما يسميها الجيش الإسرائيلي بعملية كاسر الأمواج التي تتدحرج بشكل كبير يوميا في شمال الضفة الغربية، والتي عادة ما يعني تكون نتائجها فاتورة دم باهظة الثمن وكبيرة. وبالتالي اليوم الجانب الفلسطيني يعتبر أن ما تقوم به الحكومة الإسرائيلية هو بمثابة إعلان حرب على الفلسطينيين بشكل كامل، ويحذرون من الانفجار الكبير الذي قد تتوسع دوائره لتصل مدن الضفة الغربية. طالما يقول الفلسطينيون هناك اقتحامات للمناطق ألف التي تسيطر عليها السلطة الفلسطينية أمنيا وإداريا، فإن الأمور ستبقى متفجرة وستبقى بحالة تصاعد مستمر، خاصة وأن الحكومة الإسرائيلية الحالية ومن يتحكم بمفاتيح أمنها هم من اليمين الإسرائيلي المتطرف، الذي يرى بأن هدم المنازل، قتل الفلسطينيين، اعتقالهم، محاصرتهم هو من أهم أولوياته في هذه المرحلة. الجانب الفلسطيني يرى بأن إسرائيل التي يعني فيها حالة أزمة سياسية، مأزومة سياسيا، تحاول تصدير أزمتها الداخلية إلى الهروب إلى الأمام من خلال هذا التصعيد المستمر في الضفة الغربية، تحذير وإدانات ومطالبات من العالم بضرورة التدخل ولجم هذا التصعيد الإسرائيلي من خلال توفير آلية لحماية دولية للفلسطينيين من هذا الاقتحام للجيش الإسرائيلي وأيضا اعتداءات المستوطنين. ميشا من رام الله مراسلنا فراس لطفي، شكرا لك.